أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يعلم العامل أنه مخلص أو أنه غير ذلك؟ أثابكم الله. من عمل العمل وأراد أن يعلم هل يريد وجه الله أو يريد شيئا سواه، فإنه ينظر إلى السبب الباعث للعمل، السبب الباعث على العمل، ما الذي حركه؟ فإذا كان قد فعل طاعة من الطاعات فخرج من بيته ليصل ذا رحم، أو يصلح بين متخاصمين، أو يزور أخا له في الله، فإن كان عند خروجه السبب الباعث له إلى الخروج هو طلب مرضات الله سبحانه وتعالى ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ قد أخلص لله جل جلاله. يبقى السؤال: ما الدليل على أنه يريد وجه الله وأن هذا هو فعلا السبب الباعث؟ تجده من صدقه وكمال إيمانه يتمنى أنه يؤدي هذه الطاعة ولا تراه عين ولا يسمع به أحد. فإذا أصبح السبب الباعث هو أن يرضي ربه، وفي نفسه أثناء العمل لا يريد أحدا أن يطلع عليه ولا أن يعلم أحد بما عمل من الخير، فقد صدق مع الله وأخلص لوجه الله. فهذا هو الأصل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. لا يخرجه، هذا السبب الباعث، لا يخرجه إلا الصلاة. جاء يطلب العلم وفكر أن هذا العلم يقرب إلى الله، خرج من بيته إلى حلقة، إلى درس، إلى مجلس، إلى مجمع مع إخوانه، لأنه يعلم أن الله يحب هذا المجلس، يحب هذا العلم، يحب منها أن يتعلم، يحب منها أن يعمل بما علم، فأراد أن يتعلم ليعمل بما يرضيه. فإذا استشعر هذه المعاني وهي التي حركته ودفعته للخروج فقد خرج لله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يكون السبب الباعث هو وجه الله جل جلاله. ولكي تقوي في نفسك هذا الشعور، لا يكون ولن يكون ذلك إلا بالدعاء، تسأل الله أن يجعلك من المخلصين، فدائما تجتهد في مضام الإجابة أن يرزقك الله الإخلاص، وتأخذ بالأسباب، وهي أن تعرف أن ما عند الله خير وأبقى، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن نظر إلى آيات القرآن وما فيها من الوعد الحسن عند الحليم الرحمن، والله لتهون عليه الدنيا وما فيها. وأقسم بالله العظيم لا يزال العبد يقرأ القرآن ويسمع كلام ربه وهو يدعوه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فلا يزال هذا القلب يمطر بماء الوحي، ولا تزال هذه النفس ترتوي من هذا المعين، معين وجه الله، إرادة وجه الله وابتغاء ما عند الله، حتى تصبح الآخرة أكثر أشجان العبد، فعندها لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت. ولو أن الخلق كلهم أجمعوا على مدحه أو أرادوا أن يطلعوا منه ذلك العمل لكرههم من كل قلبه. متى ما صدق العبد مع الله زكى وصلح فأصبح لا يعرف إلا ربه. ومن هنا تجد العجائب، لأن أكمل الناس عبودية لله أخلصهم وأكملهم توحيدا لله سبحانه وتعالى. من عرف الله بأسمائه وصفاته، من عرف أن هذا القرآن ليس عبثا ولا لعبا، هذا القول الحق الفصل الذي ليس بالهزل، من عرف، من علم علم اليقين أن هذه الآيات التي تتلى من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين أن ما عداها لا يساوي ذرة من عشر معشار الذرة أمام عظمة الله وكرم الله جل جلاله. فإذا كان الخيمة 70 ميل في السماء، الدرة المجوفة لعبد الله المؤمن 70 ميل في السماء،
فيها أهل لا يعلمون بغيرهم لولي الله المؤمن. هذا الوعد الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون وقعه على من آمن بالله؟ هل يستطيع أن يقول كلمة لغير الله؟ حاشا والله. ولذلك العبد الذي تنبعث نفسه للطاعات وليس فيها إلا في قلبه إلا الله ولا يريد إلا ما عند الله يهون عليه كل شيء، لأن الله أغنانا عن كل شيء ولم يغننا شيء عنه سبحانه وتعالى. الله أغناك عن كل شيء، ولن تجد ربا تجارة أربح من التجارة مع ملك الملوك. لو علمت ما في القرآن من الآيات التي فيها الوعد الحسن من ملك الملوك ومن إله الأولين والآخرين، ولو أيقنت أن هذه الآيات التي تتلى والأحاديث التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى، مع كل هذا الوصف يقول ربك الذي هو أصدق القائلين: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت، وإذا أعد ربك لا يستطيع أحد أن يتعرض هذا الوعد لأن يخلف ولا يتغير. أعددت لعبادي، سبحانه ملك الملوك إله الأولين والآخرين، أعددت لعبادي، عباده الموحدون، عباده المخلصون، عباده الذين احتقروا الدنيا وما فيها وأقبلوا على الله بصدق وبحق، عباد صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أعددت لعبادي المخلصين المنيبين المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، مع أننا سمعنا القرآن وسمعنا ما فيه من البشائر العظيمة، ومع هذا الذي سمع وراءه شيء لم يسمع ولا خطر على قلب بشر. بقدر ما تتخيل من الكرامة فإن كرامة الله فوق ذلك. هل تنتظر بعد هذا أن تخرج شيء من قلبك وقالبك لغير الله عز وجل؟ تعلم أنك مخلص حينما تنظر في هذه الآيات وهذا الوعد من الذي لا يخلف الميعاد، وهذا القول الذي هو من أصدق القائلين سبحانه وتعالى، فتحبه وتحب ما عنده. ولا يزال العبد ينصرف بقلبه إلى الله حتى ينصرف قلبه كله إلى الله، وعندها يكفيه الله كل شيء، ويتولى الله له أمره في كل شيء، ويحسن له العاقبة في كل شيء، حتى إذا خرج من الدنيا خرج بالروح والريحان والبشارة بأن الله راض عنه وغير ضمان. تعلم أنك مخلص حينما تعلم من الذي تخلص له، فطريقك إلى الله، الطريق إلى الله أوضح الطرق وأبينها، وصراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولكن لا يبقى إلا أن تعرفه، تعلمه، وتعمل من أجله. فقط أمران: أن تعلم ذلك وتعمل من أجله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها وممن عمل لها حق عملها. اللهم اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بك عمن سواك، واجعل حبنا لك فوق كل حب، ورجاءنا فيك أصدق الرجاء. حقق رجاءنا واستجب دعاءنا، وثقل بطاعتك والإخلاص لوجهك موازيننا، وأصلح أمورنا وأحوالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب